دكتورة زينب قرش جمعة، مدرسة حنفسية كلية تربية قسم طفولة. أهلا وسهلا. ممكن نعرف من حضرتك، تكلمينا شوية عن المعرض وعن دور حضرتك؟ هو المعرض بشكل عام أول مرة يتنظم بالكبر ده، اشتركوا فيه أكتر من تخصص هنا، أولهم قسم مناهج وطرق تدريس علشان في أكتر من شعبة وأكتر من تخصص، إنجليزي وطبيعة وكيمياء وفلسفة واجتماع وعربي، وزائد خدنا جانب شعب الطفولة سنة ثالثة ورابعة مع الأنشطة اللي بيعملوها طول السنة، فحابوا يظهروا مجهودهم طول السنة في الأنشطة التعليمية اللي بيتعاملوا بيها في التربية العملي مع الأطفال أو مع التلاميذ. حضرتك إيش الاستفادة اللي شايفاها أنها ممكن تضاف لحضرتك على المستوى الشخصي كهيئة تنظيم، نفس الوقت استفادة بالنسبة للطلبة في الجامعة؟ على المستوى الشخصي أنا الحمد لله يا رب كل سنة تقريبا أو كل ترم بنعمل الأنشطة دي، سواء بشكل مصغر كشعبة من الشعب أو على شكل كبير أكبر من كده كدفعة كبيرة، لكن الواحد بيحس كعضو تدريس بتعزيز لنفسه هو أن كل شغله مع الطلبة أثناء المحاضرات بينزل أرض الواقع، فلازم يبقى كل واحد ظاهر شغله وتعبه، وفي الآخر بيظهر كل ده كسبورت للطالب أنه بيحس أنه عمل حاجة وأظهر نفسه على مستوى الجماعي بقى الأكبر.